وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتوا بتشوفوني. لو أول مرة تشوفوا قناتي أنا حنان وأهلا بيكم. النهاردة هشارك معاكم روتين، هفطر معاكم ونبدأ على طول إن شاء الله. الروتين ده روتين في عز البرد. الصبح الجو كان ساقع جدا وجت على الساعة 10 كده مطرت، ما شاء الله على المطر، تحسوا كده بالخير ونقعد ندعي رب العالمين. متتخضوش، دي حاجة بسيطة خالص من الحاجات اللي بتحصل ورا الكاميرا يعني، واحنا بنقطعها في المونتاج. احنا ستات بيوت عاديين زي كل اللي بيتفرجوا علينا، بتحصل معانا مواقف وبتحصل معانا حاجات كتير، احيانا بنقصها في المونتاج واحيانا ممكن نخليها زي كده عشان تعرفوا ان احنا بني ادمين طبيعيين زيكم كلكم. ده الفطار الشتوي اللي انا بموت فيه، بستنى الشتاء عشان استمتع بيه كده، لان الحاجات السخنة طبعا في الصيف بتبقى مش لذيذة، ولكن في الشتاء ده وقتها. 3 معالق شوفان، حطيت عليهم قد زي كده كوباية او كوباية وربع من الحليب، ومعلقة من عسل النحل، زي ما انتوا حابين ممكن تحطوا سكر، وموزة كده مقطعة. يعني بحاول اخلي شكل الفنجان شكله حلو ولذيذ كده عشان يفتح النفس على اول الصبح، وشوية كده فول سوداني وبذور الشيا، دي مهمة جدا يا بنات ليكم، حاولوا ان انتوا تجيبوها من عند اي عطار، مهمة قوي 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 للعظم وللجسم كله، بتدينا فيتامينات وفوائد، تدخلوا على جوجل وهتشوفوا. الحمد لله فطرت، وفطرت كمان اللي كانوا معايا في البيت. نور ما راحتش المدرسة، قعدت معايا النهاردة وهي اللي هتساعدني في المهمة اللي انا المفروض ان انا هعملها، ليا فترة عمالة افكر فيها وعايزة اعملها، وجبت الحاجات بتاعتها وعمالة أجل أجل لغاية لما جه اليوم النهاردة. المطر فتحت نفسي صراحة فقلت أبدأ فيها على طول. جبت الجلافز ده اللي هو البلاستيك العادي الخفيف، لأن الحاجة اللي أنا هستخدمها بتخدش الإيدين، فعشان كده لازم إن أنا أكون لابساه. وبعد كده ناديت على نور قلت لها يلا استعدي معايا. ده ورقة صنفرة كنت جايباها من فترة، يعني مش عارفة الكمية دي ب 30 جنيه تقريبا، قصقصت منها زي ما انتوا شايفين كده 4 قطع، لان انا هصنفر بيهم حاجة يعني هنشوفها دلوقتي مع بعض. كمل، لو انت جديدة عندي في القناة بتمنى ان انت تشتركي وتتأكدي ان انت فعالة الجرس على الكل عشان يوصل لك كل فيديو جديد بنزله، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو. هنا الحمد لله الشمس بدأت تطلع بقى ونورت الدنيا، ويا دوبك كده الدنيا نشفت، بس الارض لسه فيها يعني مبلولة وكده فيها مية. وجيت هنا عند منشأ الغسيل ده، بصوا ده محيرني ليه فترة عندي، يعني هيكمل بصراحة عندي 9 سنين، من زمان قوي، وزي ما انتوا شايفين بقى متهالك، بس انا يعني هستخدمه، هحاول ان انا يعني استخدم ما تبقى منه. جبت هنا ورق الصنفرة وقعدت اصنفر بقى الحتت اللي هي فيها صدى، هصنفرها كويس قوي، وبعد كده هجيب الرش الدوكو وهرش. الصنفرة ساعدتني فيها نور، بدأت انا مسكت ناحية وهي مسكت الناحية التانية، وبدأنا كده ايه نصنفر مع بعض كل القطع اللي موجودة فيه. بعد كده جبت قماشة مبلولة وبدأت أمسح بقى مكان الصنفرة اللي احنا صنفرناها، بحيث ان هو ايه يبقى خلاص يستقبل كده الرش وهو نظيف. العبوة دي انا كنت جايباها تقريبا ب 35 جنيه، بس جايباها من فترة يعني ليها شهور عندي، وكل ما افكر عايزة اعمل المنشر الاقي الشمس سخنه قوي بره، يعني الايام اللي فاتت كان الجو لسه ما كانش ساقع قوي زي دلوقتي، فلقيت الجو النهارده مناسب وسندته كده ناحيه الحيطه. اهم حاجه لما تيجي تستخدمه لرش الدوكو ده تستخدموه في مكان واسع يكون متهوي عشان ريحته بتبقى نفاذه، ما تستخدموش تكون جوه البيت يعني ومكان مقفول وكده. رشيته كده زي ما انتوا شايفين بينشف بسرعه جدا، يعني مسافه ما خلصت، هو ما خلصت مني، انا محتاجه عبوه تاني هجيبها ان شاء الله بكره واكمله، بس هو تقريبا نشف. الدوكو ده في منه الوان، في منه ذهبي وفي منه فضي، بس انا حبيت الابيض، يعني قلت ايه هيخليه كانه جديد يعني. وربطت هنا المسمار ده، وان شاء الله زي ما قلت لكم العبوه التانية اللي هجيبها هكمل بيها بقى الرش بتاعه ويكون جاهز بقى ان شاء الله. خلصت المهمة اللي كانت ورايا وهبدأ بقى في الغدا على طول.
دي فراخ انا كنت مطلعها من الفريزر، هو مش فرخه كامله، هو تقدر ان انتوا تعملوا الطريقه دي فرخه كامله، لكن دي مش فرخه كامله، دي حاجات انا كنت مجمعاها من الفراخ، يعني مش بناكلها لما بنكون عاملين فراخ كامله، فبجمعها في كيس بقول ينفعوا في اي يوم من الايام. يعني هم عباره عن تقريبا رقبتين واربع دبابيس وجناحين، جبتهم وحط عليهم التوابل اللي انتوا شايفينها دلوقتي، بهارات فراخ وتوم باودر وبصل باودر وجنزبيل وبابريكا، واهم حاجه بقى في ده كله معلقه العسل الاسود، لو ما فيش عندكم عسل اسود تقدروا تحطوا دبس رمان، لو ما فيش الاتنين دول تقدروا تحطوا معلقه كاتشب ونص معلقه صغيره من السكر وصلصه. الصلصه دي انا كنت عاملاها للبيتزا، صلصه بيتزا يعني، كنت عاملاها في البيت، عاملها لكم برضو، بتطلع خطيرة خرافة، بحط فيها ريحان وملح وفلفل وشوية توم بودرة بسيط خالص يعني، وبتدي طعم حلو جدا في البيتزا. فده بقية البرطمان، هي ما بتقعدش كتير عندي في التلاجة، انا مش بحب احطها في الفريزر، بحطها في التلاجة، فبحب ان انا ايه اخلص عليها على طول اول باول يعني. لو مش موجودة عندكم تقدروا تحطوا صلصة طماطم عادية جدا، او حتى طماطمية مبشورة يعني، وبتبلهم كويس كده قوي مع بعض بحيث ان انا ادخل فيهم التتبيله، وهغطيهم واسيبهم واكمل بقى الجزء التاني من الغدا. بحس دايما الفراخ عايزه دايما ايه افكار جديده وابداع في الطرق بتاعتها وكده، عشان كده بحاول ان انا كل مره اعمل طريقه جديده فيها. جيت هنا ده فريك، هعمل شوربه الفريك. انا عندي اصلا شوربه جاهزه، شوربه لحمه شايلها في الفريزر، لما بيتبقى عندي بشيلها في علبة أو بشيلها في كيس، مش بتخسر، بتنفع في أي حاجة، عايزة أعمل بشاميل بزود منها مع الحليب، عايزة أعمل شوربة زي كده لوحدها ما كنش سلقة حاجة فبلاقي عندي مية السلق، مهم جدا ان هي تكون ايه موجودة عندي. جبت هنا الفريك نقيته كويس قوي عشان ساعات بيبقى فيه تراب وحصى، وحطيت عليه شوية مية مغلية كده بحيث ان هو يتنقع، وعملت لي كده كوباية ينسون ادفي نفسي بيها. يوميا ليا كوباية ينسون، لو مش شربتهاش الصبح اول ما بصحى بعملها في وسط اليوم زي كده، او بعملها بالليل قبل ما انام. انا مش بشرب ولا شاي ولا قهوة، فهو اليانسون المشروب المفضل بالنسبة لي. مش عايزة اوسخ البوتاجاز، منضفاتها نظيفة حلوة من امبارح، هعمل عليه بس الشوربة والفراخ هحطها في القلاية. جيت هنا خدت ورق الزبدة، بحب دايما احطه برده في القلاية، يعني هو مش بيحافظ قوي على نظافتها لان انا بعمل فيه فتحات زي ما انتم شايفين، ولكن انا بحب دايما يبقى فيه عازل ما بين الشبكة وما بين الحاجة اللي انا بحطها عشان احافظ عليها ان هي تتقشر، احافظ على الشبكة يعني ان هي ما تتقشرش. اكتر حاجة بتحافظ عليها ان هي تتغسل بعد كل استخدام. فتحت هنا القلاية وهفرد فيها ورقة الزبدة، زي ما قلت لكم في حاجات بتتباع كده زي الاطباق بتبقى ورق، لسه ما لقيتهاش، ان شاء الله لما الاقيها هجيبها. وهرص فيها الفراخ، القلاية دي تشيل فرخة كاملة، يعني لو عايزه احط الفرخه زي ما هي ممكن احطها، وبتستوي وبتطلع خطيره وكل حاجه ومقرمشه وفيها الطعم وحلوه جدا، لان السخان فيها من فوق وانا بظبطها على درجه حراره 140. اول ما بدخلها بسيبها اول زي كده، بسيبها 15 دقيقه على 140، وبعد كده 15 دقيقه تاني على 180، وبسيبها تاخد السوا بتاعها المظبوط يعني، وبقلبها من ناحيتين زي ما هتشوفوا في الفيديو، بقلبها عشان تتحمر من كل الجوانب يعني. جيت هنا برش عليها قد معلقة كبيرة بس من الزيت عشان بس الجلد بتاعها يتحمص ويبقى لونه وطعمه حلو. جيت هنا عند الفريك بصفيه نظيف وغسلته بس غسلة تاني كده، وهعمله في الحلة شوربة فريك، جربوها هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله، من اجمل الحاجات اللي ممكن تعملوها في الشتاء، وبتدفي وبتشبع جدا يعني. انا بصوا كلت طبق منها وكلت معاه حته فرخه صغيره، مش عارفه انا حتى ما خدتش دبوس، انا خدت جناح وشبعت، فضلت اليوم كله قاعده شبعانه. جيت هنا في حل على النار، حطيت معلقه من السمنه وحطيت عليها بصله متقطعه اي تقطيع يعني، مش مهم كبيره صغيره، كده كده هي بتدوب، وزي ما انتم شايفين اديتها لون بسيط خالص، وحطيت عليها الفريك. الفريك اهم حاجه يكون السمنه حلوه، سمنه بلدي كده نظيفه وحلوه ريحتها حلوه. انا هزود كمان هنا معلقه من السمنه او نص معلقه من السمنه، وبحب احمصه كده اقلبه كويس قوي لغايه لما ريحته تطلع مع البصل، وبعد كده بضيف الشوربه زي ما انتم شايفين، سهل جدا مفيش اي تعب ولا اي حاجه خالص. بضيف الشوربه وبعد كده بسيبه، بوطي النار عليه وبسيبه بقى يغلي غلوه حلوه كده، وبشوف اذا كان استوى ولا لا.
جيت على الفراخ ببص هنا عليها، جيت عند إضاءة الشباك عشان أشوفها كويس. زي ما انتوا شايفين اتحمرت من ناحية والناحية التانية لسه، فبقلبها كلها وبرجع أحطها تاني في القلاية. القلاية دي نوعها تيفال، ما شاء الله ليها عندي هتكمل سنتين، بستخدم فيها بعمل فيها كل حاجة. عاملة لكم بلاي ليست أو قايمة يعني فيها كل الوصفات اللي أنا عملتها فيها ورأيي فيها كمان إذا كانت هي فعلا مهمة في البيت أو لأ. وأكل زي ده طبعا وأي أكل في الدنيا بيلزم معاه سلطة. بحب بص بحط السلطة كل حاجة موجودة عندي، بفتح التلاجة أي خضار عندي موجود بطلعه. والأيام دي كمان البصل الأخضر ما شاء الله حلو جدا ومسكر كده ومفيد كمان عشان خاطر أدوار البرد وكده. لا هو مهم، السلطة مهمة يا جماعة في الشتاء. والطماطم، الطماطم برضو يخسط لو تقدروا ان انتوا تخزنوا منها في الفترة دي قبل ما تغلى تاني. ان شاء الله هحاول انا اعمل لي كده كام كيس احطهم في الفريزر، بينفعوا معايا بصراحة. ومهم جدا حاجة ما كناش بنجيبها بصراحة، كنا بنجيب خس الكابوتشا، اكتشفت ان هو والله زي الورق بالنسبة للخس البلدي ده. الخس البلدي ده ليه طعم سبحان الله، وكمان لما تمسكوا القلب اللي هي ذكريات مع قلب الخس ده، قلب الخصاية. واحنا صغيرين ماما ربنا يديها الصحة ويبارك فيها كانت دايما تقشره لنا ونقعد نتخانق عليه مين هياخده. بقشره كده وكلته، ما حطيتهوش في السلطة. وكده خلصت السلطة، هحط عليها بس عصير ليمونة واحدة وشوية خل، مش بحط لها زيت عشان مش عندي زيت زيتون، بحب احط لها زيت زيتون لو عندي، انا مش عندي. حطيت عليها شوية من الخل وذرة من الملح، انا ما بحبش السلطة برضه تكون فيها ملح كتير، حاجة بسيطة خالص من الملح. وكده السلطة بتبقى جاهزة معايا تقريبا كده. الحمد لله الغدا بالنسبة لي خلص، مش فاضل غير بس ان انا استنى الولاد يجوا من المدرسة واغرف على طول. جيت هنا جبت الفراخ اشوفها استوت ولا لا. دايما اقول لكم اللحوم اول فراخ بنغز السكينة فيها كده، لو طلعت مية يبقى هي لسه فيها سوائل من جوه ومحتاجة تستوي اكتر، لو ما طلعتش يبقى هي خلاص. هي ما طلعتش بس انا حبيت ان انا احمرها اكتر، فرجعتها تاني للقلايه. وجيت هنا حطيت ملح وفلفل، خلاص الشوربه بالنسبه لي استوت، حطيت شويه ملح وفلفل صغيرين وطفيت عليها النار وقلبتها كده، خلاص مش فاضل غير على الغرف. شايفين مش عارفه اقول عليها ايه، فناجين او مجات، حلوين قوي. كنت جايبه الثلاثه ب 40 جنيه، يعني سعر الواحده اقل من 15 جنيه. كنت جايبه الثلاثه ب 40 جنيه من جروب ايمان، ادوات رفاية منزليه، حلوين قوي يعني بصوا لزاز، وكمان حلوين في الشوربه، حلوين في الحلويات. وكان عندي رز، الرز ده بصراحه ما عملتهوش جديد، ده كان عندي من امبارح، انا سخنته وغرفته كده. بحاول ان انا اعمل شكل جديد للولاد بما اننا احنا بناكل اكل في البيت مش بنروح مطاعم ولا اي حاجه، فبحب ان انا اغير لهم كده كل كام يوم، اعمل لهم اكل جديد شكل جديد. زي ما انتوا عارفين العين بتاكل قبل البق. واللي فضل هنا حطيته في طبق لوحده لو حد عايز ياكل كمان زيادة يعني. والحمد لله رب العالمين، اللهم ادمها علينا نعمة واحفظها من الزوال. بوريكم هنا الورك من جوه، بصوا الدبوس من جوه عامل ازاي، لحمته ما شاء الله جوسي وطريه جدا، وفي نفس الوقت ما فيهوش اي لون من جوه، مستوي والسوى داخل فيه من جوه كله. الحمد لله رب العالمين. خلصنا واتغدينا والولاد خلاص بقى كل واحد شاف اللي وراه. انا عندي نور واحمد بيدخلوا يناموا، وعبد الله لو في درس ولا اي حاجه بيروحوا، لو ما فيش برده بينام، وانا هنا بلم الدنيا وبدخل اريح بعد كده معاهم. رغم السقعة ورغم البرد مش عشان كلنا بقى خلاص الحمد لله نقعد نأندخ، لا هنخلص ونشطب المطبخ مع بعض وبعد كده نأندخ براحتنا بقى. وبيبقى انا لما بخلص من المطبخ بيبقى بحس ان بقيت اليوم بالنسبة لي فسحة والله العظيم، حتى لو ما خرجتش من البيت، مجرد ان انا بس المطبخ بالنسبة لي خلاص كده خلص من عندي وخلصت كل المهمات اللي فيه ونضيف. وحتى لما باجي ادخل بعد كده عايزه اعمل كوبايه حاجه سخنه، عايزه مثلا نحط كده شويه تسالي، بلاقي الاطباق نظيفه كل حاجه نظيفه. مهم جدا ان انا بعد الغدا بشطب المطبخ، الحمد لله رب العالمين، ربنا يديكم ويدينا الصحه دايما ونعمل حاجه بيتنا كده وما نقصرش فيها يا رب. جيت هنا خلاص بقيت الاكل بحطه في السله الصغنونه دي، من ساعه ما جبتها بصراحه مش عارفه اقول لكم مبسوطه، بحبها قوي، كل يوم ابص عليها كده اقول لها انتي احلى حاجه في المطبخ كله. وحطيت كيس نظيف
وبدأت كده ايه امسح الحتة اللي انا هحط عليها النشافة بتاعة المواعين. زي ما قلت لكم النشافة دي انا عندي كذا واحدة لازم ضروري اللي انا بحطها، او مش ببيتها اللي بالليل لانها بتبقى عليها ميه، عشان كان في واحده سالت قالت دي بتستخدموها ازاي. بنصفي عليها المواعين اللي احنا بنشطفها، وبعد ما المواعين بتنشف بنرص كل حاجه مكانها وبناخدها ننشرها بره. بتطلع عليها الشمس الصبح بناخدها من المنشر او من الشمس وبنفرشها تاني عشان يوم جديد، او يكون عندك كذا واحده زي ما انا عندي. انا يعني عندي 3 ببدل فيهم، فباخدها وبغسلها، ودول مش بيتحطوا في الغساله لان جواهم يعني سفنج من جوه، فما ينفعش ان هم يتحطوا في الغساله. انا برش عليهم كده ميه بديتول كل كام يوم يعني، وبشطفهم على ايدي وبنشرهم برضو في الشمس جدا ان هم كل فتره يتنضفوا كويس عشان ما يعملوش ريحه في المواعين، وفي نفس الوقت تحط لهم اي منظف او زي ما قلت لكم ميه وديتول وكده ويتنشروا في الشمس، لاني ممكن تعمل نقط سودا. انتوا عارفين الميه اي حاجه بتلحق ميه وما بتنشفش كويس بتعمل زي عطن كده، والحاجات دي احنا بنحط عليها المواعين اللي احنا بناكل وبنشرب فيها. جيت هنا خلاص انا قلت لكم المطبخ عندي بقسمه اجزاء، 4 اجزاء: ترابيزه الاكل، الجزء اللي عند الحوض، متهيألي انتوا حفظتوا معايا هتسمعوا، البوتاجاز، الجزء المقابل للجزء بتاع الحوض. خلصت كده الترابيزه بتاعت الاكل، وهنا خلاص الجزء بتاع الحوض بالنسبه لي برضو خلاص. خلصت المعظم بتاعه، هرش هنا بس فلاش وهسيبه شويه على منظف الجزء المقابل للحوض، وبعد كده ارجع له امشي عليه تاني كده بالفرشه. جيت هنا رجعت بقى كل حاجه مكانها، اللي الحاجات اللي انا استخدمتها رجعتها كل حاجه مكانها يعني في اللي كنت استخدمتها في الاكل، وبدات كده امسح. افتكرت ان الحله بتاعه القلايه ما اتغسلتش، والله انا بصوا في بالي وفي نفس الوقت نسياها برضو ازاي مش عارفه، فهي اللي فضلت معايا هاخدها برضو بسرعه على الحوض. كده كده الحمد لله الحوض خلاص خلص معايا ونضف كمان، هنضفها على طول وهسيبها تنشف. النهارده الفيديو طويل معاكم، طلبتوا مني فيديوهات طويله لان الفيديو اللي هو بيبقى 12 و13 دقيقه بتقولي لا ما لحقناش ان احنا نتفرج، يعني عايزين الفيديو طويل شويه، فحاولت ان انا اخلي الفيديو طويل وفي اكتر من حاجه، يعني الفيديو يكون فيه حاجات كتير بحيث ان احنا نحس ان احنا قعدنا فتره مع بعض. يعني جيت هنا عند القلايه حطيت عليها ميه بتغلي، ميه سخنه يعني، لان انا عندي الحنفيه في الحوض مش بتجيب ميه سخنه، والبلاستيكات دي اللي بتبقى في الشبكه يا بنات ما ترموهاش، دي مهمه جدا وبتبقى موجوده وبتشتغل بيها القلايه ما فيهاش اي مشكله. انا عملت ليكم فيديو مخصوص ازاي نظفت القلايه من جوه ومن بره والسخان بتاعها والهيكل كله بتاع القلايه، غسلته قدامكم ونظفته كويس جدا، لو حابين ان انتوا تشوفوه ممكن اسيبه لكم تحت في مش صندوق الوصف اللي هو الجزء اللي تحت ده اللي هو مكتوب عليه المزيد او مور، بتضغطوا عليه بتلاقوا فيه بقى كل الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي دايما، ان انا بقول لكم ان هي موجوده في صندوق الوصف. جيت هنا اخر حاجه خالص مسحت المطبخ، ده الجزء اللي احنا بناكل فيه، فاكيد طبعا بيبقى فيه فتافيت وحاجات زي كده واقعه، فبلمها، دي اخر حاجه بالنسبه لي، بلمها كده وخلاص الحمد لله رب العالمين. كده انا شطبت المطبخ، واخر حاجه فضلت معايا البوتاجاز. البوتاجاز نظيف لاني ما عملتش عليه حاجه غير الشوربه النهارده. كده الفيديو خلص معاكم، بشكركم على المتابعه، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. شكرا لكم مره تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.